وبعدين الاسد ده محلي، بس محلي الصنع يعني، محلي. انا نفسي اشوف لك خناقه رفع صوت بره مصر، نفسي اشوفك بره مصر، ومنيه حياتي قبل ما اموت اشوفك تطلع بره مصر. مش هتطلع، مش هتطلع بره مصر، مش هتطلع، مش هتطلع بره مصر، مش هتطلع، لان في لوائح، في نظام. المواطن بره، المواطن بره بياخد حقه كويس قوي. انت هنا ممكن اول مره اشوف في العالم كله يا جماعه كده. مفيش حد ابدا 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 ابدا، مفيش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. احنا لا يمكن يبقى في تجاوز. احترم بلدنا وبنقدرها، وقانونها بيبقى فوق دماغنا من فوق، وبنشتغل فيه وبنشتغل عليه، وبنناشد جمهورنا من شويه. اوعى حد يجرك لاي حاجه، مستحيل، مستحيل. اوعى تغلط في حاجه، اوعى تغلط في مؤسسه، ولا تغلط في هيئه، ولا حاجه لا قدر الله. يعني الامن اللي فيك زي ما كان الامن اللي كان بيساندك وبيدخلك في مباراه يعني حريه اللي فاتت دي، ده خايف عليك، يعني خايف عليك، الامن بتاعك خايف عليك. قد ايه قلبك بيتوجع لما بتشوف واحد لا قدر الله بيحصل له حاجه، سواء كانت على الحدود اللي بتحمينا او داخل مصر، او حتى مواطن عادي يا اخي، او حتى مواطن عادي. ما ينفعش، ما ينفعش. الحاجه الوحيده اللي ممكن نضع قدامها هي مصلحه بلدنا، مصلحه بلدنا وقيادتنا. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نبقى نضعف قدامها، لأن احنا مش فاهمين حاجة جامدة. في مؤامرات كبير جدا، كتيرة جدا حوالينا. فممكن يبقى احنا مش فاهمين حاجة معينة، مش شايفينها. مش لامسينها. فأنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في إيه؟ احنا كنادي ولا كأفراد ولا كمؤسسات لازم نبقى كلنا واحد. من قيادة عسكرية، من قيادة سياسية، من قيادة شرطية، من كل القيادات العسكرية وكل القيادات الأمنية وكل القيادات، إحنا واحد، إحنا واحد. بنلتزم بالقانون وبنحاول نمشي فيه وبنحاول يعني نبقى في اتجاه واحد. لكن كتير يا جماعة، كتير. أكبر عقوبة على الراجل ده إن أنتوا تسحبوا تليفون، دي أكبر عقوبة، اسحب التليفون بتاعه بس. بس هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة لي. بس